السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتي اليوم نديرو واحد الوجبة إن شاء الله كتجي سريعة إن شاء الله صلاح العشاء. واحد الوجبة اللي هي خفيفة بزاف وكتجي مزيانة بالرز. على بركة الله عندي هنايا صدور ديال الدجاج واحد 700 غرام، وعندي هنايا الفلافل هما فلفلة حمراء وخضراء جوج حبات، وعندي واحد البصلة مشلضة، وعندي هنايا عندي الرز هنايا على واحد المقدار على حسب الافراد ديال العائله. انا عندي هنا واحد كاس ونص ديال العنب تقريبا ديال الرز. على بركه الله غادي نبداو غادي نعملو التوابل لهذا الدجاج. بسم الله غادي نديرو واحد شويه ديال زيت الزيتون، واحد مقدار ديال جوج معالق زنجبيل، قليل من الملح، دار كركم، وغنستعمل من هذا الزعفران واحد شويه. نسيت ما قلت لكمش الثوم، عندي واحد 6 تقريبا ديال الفصوص ديال الثوم، قطعتهم تقريبا 4 هكايا بالطولي على شكل طولي، درتهم غادي نخليهم هكذا كاين، وغادي نحرك هاد التوابل كاملين حتى ينسجموا ان شاء الله مع هاد الصدور ديال الدجاج. وعلى فكره كنحاولوا نتكوا هاد الدجاج باش كتدخل فيه التوابل على هاد النحو. غادي نشرب من واحد الدجاج هذا غنجمعو بيدينا وغادي نرجع. انا بعد ما درت له هاد الشرموله صافي غادي نغطيه بواحد الكيس غذائي وغادي نخليه يرتاح واحد 3 سوايع على الاقل، واللي عنده امكانيه باش يرتاح اكثر الاحسن. كندير واحد المقله كتسخن وكندير واحد تقريبا نصف كاس ديال الزيت زيت الزيتون، وغادي نشحر فيها هاد البصله هادي هاد البصله هادي وغادي الفلافل هادي. غادي نضيفو الملح تقريبا ملعقه ديال الملح صغيره، قليل من الابزار، من بعد ما تشحرت لينا هاد الفلفله غادي نزيدو واحد مقدار جوج معالق ديال الطماطم المعلبه ولا طماطم المحكوكه. ها هو الرز باش صافي، ها هو طاب لينا الرز ديالنا. غادي نديرو دابا فواحد القالب ان شاء الله، غادي نديرو فواحد القالب هنايا وغادي نرجعو دابا نقادو الدجاج. اخواتي كنجيبو واحد المقله كنديرو فيها كنسخنوها وغادي نديرو فيها السبيك هذا ان شاء الله باش غادي نشحرو. بسم الله خواتي، هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الطبق ديالنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ويرغكم، كنتمنى انكم تجربوه وما تندموش ان شاء الله.